اللي واش واش الدراري المهم اليوم جيت لكم فيديو جديد. الفيديو اليوم غادي يكون هاد الجرافيكس مود اللي نديرو في جي تي اي سان اندرياس باش تكون باش يتزاد الجرافيك ديالها تلعبوا جرافيك ناضيه. نخليكم مع الفيديو يلا بيس عليكم. اول حاجه الدراري نديروها في الديسكريبشن ديال الفيديو هاد درايفر هاد الفيشي غادي ديروا عليه كليك دروا ديروا اكستراكتير نو شويه يطلع لكم هاد الدوسي دبل كليك الدراري كما كتشوفوا الدوسي اللي هو هذا غادي ديروا ككونترول ا غديروا ليه كوبي خرجوا من هنا نمشيو الدوسي ديال جي تي اف 5 ديالكم ديال جي تي اف 5 دوسي هاي اوت كود هنا الدراري غادي ديروا بيست كولي ولا بيست اللي عندكم هنا ندير بيست ندير غومبلاسي هاي غومبلاسي ثم غطلع لكم غا غومبلاسي او ما لي فيشي الدراري كما كتشوفوا غطلع لكم غومبلاسي دوما غاد الدراري فيشي ديجا دي جي فيشي مهم يطلع لك بحال هكا الدراري فيشي تخرج من هنا. دابا خلينا حاجه وحده الدراري المهم الدراري بعد ما كدير هاد الخطوات اللي عطيتك دابا غادخل جي تي سان اندرياس ندخل جي تي سان اندرياس جي تي سان اندرياس الدراري كدايره بلا جرافيكس هنا تيستيو بلا جرافيكس كبيرة الموبيل هانتوما الدراري كيما كتشوف بلا جرافيكس كبيرة شوية ناقصة شوية ناقصة الجيم بلا جرافيكس نديرو ليها الجرافيكس الا بغيتي تخدم مود جرافيكس الدراري غادي دير شيفت اف 12 هانتوما الدراري هي الجيم هانتوما الجيم كي كتولي الدراري خدمنا مود جرافيك كما كنشوفو الدراري جرافيك كي داير معايا شي حاجة احسن من الاول